مشاهدينا مشاهداتنا، نحييكم جميعا ونرحب بكم في ضيف الظهيرة. أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خلية موالية لتنظيم داعش ينشط أعضاؤها بمدينتي تيزنيت وسيدي سليمان، وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه العملية الأمنية النوعية التي باشرتها عناصر القوة الخاصة لفرقة التدخل السريع مكنت من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 44 سنة. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الموقوفين انخرطوا في عمليات مشبوهة استعدادا لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة بغرض المساس بالنظام العام. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الدار البيضاء الأستاذ دكتور محمد شقير، الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا بكم سيد محمد شقير. هل تسمح العناصر المتوفرة بشأن هذه الخلية بالخروج باستنتاجات جديدة فيما يخص تقييم نوعية الخطر الإرهابي في المملكة في هذه المرحلة؟ أظن بأن هذا التفكيك أو هذه العملية ربما يجب ربطها في سياق الأحداث. أولا 16 ماي وتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، بحيث أن تفكيك هذه العملية الذي يأتي قبل يومين من هذا الحدث أو من ذكرى التأسيس، أكيد أنه له رمزية خاصة، بحيث أن هذا يعكس إلى حد كبير النجاعة التي ما زالت تتعامل بها المؤسسة الأمنية في التفاعل أو في التعامل مع هذه الخلايا الإرهابية التي لا أظن بأنها ستتوقف بشكل معين، بل ربما هذا يعني بأن الخلايا منتشرة بشكل كبير في مختلف مناطق المغرب، بحيث إذا شخصنا إيقاف هذه الخلية سيدي سليمان وتيزنيت، هذا يعني بأن هذه الخلايا لا تتحرك فقط في الحواضر الكبرى والمدن الكبرى، وإنما أيضا تتحرك في مناطق أكثر نقول تراجعا، خاصة بالنسبة لتيزنيت تعتبر منطقة ربما أبعد من العاصمة الإدارية أو حتى العاصمة الاقتصادية، وهذا يدل على أن هذه الخلايا هي منتشرة بشكل كبير في مختلف مناطق المغرب، ويعكس أيضا بأن المؤسسة الأمنية من خلال الأجهزة الاستخباراتية تؤدي تتبع وملاحقة هذه الخلايا والعمل في إطار المقاربة الاستباقية على استباق مختلف هذه الأنشطة الإرهابية، نظرا لأن على ما يبدو بأن هناك تطور حتى في تعامل هذه الخلايا نظرا طيب. نحن نتحدث دكتور محمد شقير، عدنا على المقاطعة، نتحدث عن أعضاء تم إيقافهم ينشطون في نطاقين جغرافيين متباعدين جدا في الواقع. هل لذلك دلالات معينة حول طبيعة التنسيق أو حتى نوعية الخلية وربما نهج العمل أيضا؟ هذا ما أردت أن أشير إليه، بمعنى أن هذا التفكيك في مناطق كسيدي سليمان وتيزنيت الذي يأتي للإشارة بعد تفكيك عملية بعد تفكيك خلية في 3 ماي، وهذا التزامن الزمني أظن هذا يعكس إلى حد كبير هذا النشاط المتصاعد للخلايا الإرهابية، وربما نظرا لأن هذا التزامن تقريبا أقل من 10 أيام ما بين تفكيك الخلية الأولى والخلية الثانية، هذا يعني بأن هناك إصرار، هناك مخطط لتفاعل أو تحرك هذه الخلايا على مختلف مناطق المغرب، لأن المسألة كل الخلايا إذا ربطنا أيضا الخلية التي تم تفكيكها في 30 يناير والتي همت مجموعة من المناطق بما فيها طنجة وغيرها،
أظن بأن هذا يعكس إلى حد ما أن الخريطة خريطة الإرهاب بمختلف أطيافه هي منتشرة وتتحرك بشكل كبير في مختلف مناطق المغرب، وهذا ربما هو الذي قد يعقد مسألة الملاحقة، ولكن في نفس الوقت يعكس إلى حد ما النجاعة التي تتعامل معها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في هذا الإطار. طيب أستاذ محمد شقير، في السابق كنا نتحدث عن أنه كانت هناك عدة استراتيجيات عمل بالنسبة للأشخاص الذين يشكلون هذه الخلايا. كانت هناك استراتيجية الذئاب المنفردة، كانت هناك الخلايا العنقودية. في أي إطار يمكن تصنيف هذه العملية؟ هذا يمكن تصنيفه في إطار الخلايا الجماعية، بمعنى أن خلية تتكون من شخصين، هذه الخلية الأخيرة التي تم تفكيكها من طرف شخصين، والخلية السابقة في 3 ماي الآن شخصين. في هذه اللحظة نتحدث عن 4 أشخاص بين تيزنيت وسيدي سليمان، ولكن الخلية تبقى من 2-2، وبالتالي هذا أو عن ما يسمى الذئاب المنفردة، وأيضا يعطي نوع من تطور أو تطوير نشاط هذه الخلايا على أساس تفاعل جماعي وعلى أساس تنسيق جماعي، وهذا بطبيعة الحال هو الذي قد يبرز أو قد يعكس أن هذه الخلايا لا تتخذ شكلا محددا أو معينا، إنما وهذا كما قلت هو الذي يعقد تفاعل وملاحقة هذه الخلايا، نظرا هذه الخلايا تتحرك بشكل سريع، تتحرك في تمتد إلى مناطق وتتفاعل من خلال أفراد ممكن أن يتكون من 2 أو 3 أو 4، ولكن الخطورة بالنسبة لهذه الخلايا هو أن تضم من بعض أعضائها من يتقن مسألة تركيب المتفجرات الناسفة إلى آخره. هذه ربما مسألة ينبغي أن هذه الخلايا لم تعد فقط تتحرك بأجهزة بدائية، وإنما قد تطور الوسائل المستعملة لكي تصل ربما في بعض الأحيان إلى وسائل متفجرة وإلى آلية طيب. متفجرة. هل ما يجري من عمليات توقيف استباقي لتلافي الخطر الإرهابي هنا في المملكة يمكن في هذه المرحلة ربطه بمتغيرات المحيط الأمني المحيط الأمني للمملكة المغربية في حد ذاته أم لا؟ أكيد أن التهديدات الآن المحيطة بالمغرب خاصة، ونحن نعرف بأن الفكر الإرهابي أو منظمات الإرهابية قد نقلت نشاطها الأساسي من سوريا ومن بلاد الرافدين إلى منطقة الساحل، ونحن نعرف بأن جيوستراتيجيا منطقة الساحل قريبة للمغرب، وهذا ربما الذي يشكل أحد التهديدات الأساسية بحكم الحدود الجغرافية أو الجوار الجغرافي الذي يسهل مثل هذا التنقل والانتقال، خاصة نحن نعرف بأن هذه المناطق دول الساحل تعاني من قصور أمني، تعاني من هشاشة في الأجهزة الأمنية، مما قد يسهل عملية التنسيق، عملية التفاعل ما بين الخلايا الإرهابية، وهذا بطبيعة الحال ما يتطلب من الأجهزة الأمنية أن تزيد من استباقيتها، تزيد من تنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية الخارجية، نظرا لأن هذا الخطر هو خطر زئبقي كما يقال، وخطر يمتد إلى كل الحدود، مما يجعل الأمر جد دقيق ويتطلب استباقية. لكم
شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد شقير الخبير الأمني والاستراتيجي من الدار البيضاء على كل هذه التوضيحات. بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الزاوية والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.